بسم الله الحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكم. اسمعنا تسمع عن نفسك ولا تسمع عن واحد ليك تقولوا ما قالوا ابليس وانتم غير عارفين ان ابليس قالوا هو باش يزبلحكم يقولوا العامه يغلطكم. قالوا تقولوا لو كنتم بروبو يعني روبوتات هما لا يعلم انهم موجودين روبوتات، واذا كان قدر على شيء هو برمجه انسان. وواحد خلاص يقول لك ماذا بعد هذه الحال، ماذا سيكون الانسان من جمهرة الروبوات؟ ولازم كذلك من نظركم تسالوا روحكم هل تنجبوا التكنولوجيا ورفعتوا من شانها بالطموح؟ هل هي مجيب لكم الامن والرفاه المطلقه اللا نهايه لها؟ وكلكم يزيكم الغيبوبه وفيكم السكر متاعكم خير لكم. والسلام على اهل الاسلام، السلام على اوطان يعمرها اهل الاسلام على تونس، ما يعمرها الا هؤلاء من قبيل النهضة الأصلية ومن شبه أو مفاتها أو ما قرب منها. ما ثم إصلاح إلا عن طريق هؤلاء اللي عرفوا الله ووحدوا وباعوا الغالي والنفيس وأقدموا من قبل بشير يعدمون، لأنهم كانوا واقفين في وجه أمثال برجيب اللعين وأمثال الكلب بن علي اللي هو ملعون اكثر من سيده الذي قاله. ومعنا ما نزيد نقول لانه كل شيء اللي قال يقع اليوم هو نتيجه عبادتكم لبورقيبه ثم بدلتوه وظليتوه ولا يستاهل بكلب من الكلاب اللي هو ربما اكثر شرا من بورقيبه ولا فائده لنا شيخ من حلمكم البغيض اللي ما زلتوا تترجوا ان يرجع بورقيبه حيا ومجاهدا وقويا ولا يشق له غبار، وهو سيد اسياد وبن علي زاد تنظر نغمه. هاكم اليوم مجتمعين مشاركين في ويلات عاقبه هؤلاء هذين المجرمين. نسال الله ان يتغير البعض منكم فيرجو للاسلام الحقيقي ويكفوا عن بغض الاسلام والكيد الاسلام اي الكيد ضد الاسلام. والسلام على من اراد ان يكون مسلما كما اراد الرحمه، والسلام على كل من وفقه الله ليكون صاحب تشريع لا صاحب تخريب. السلام علينا اهل القران، نحن اهل الله خاصته. والسلام.